كنت معكم زاد خلف. اليوم راح نفرجيكم كيف تسوي فخ بصاحبك. ونبلش تقريبا هاي الاشي مرة سهلة، عشان تسويها مرة سهلة، بس بدك اور عشان تجلبهم. تعال كسر كسر شوي كثير، حط ستون وبعدين الاور، بحط هاي بعدين الريد ستون، كمان ريد ستون، بعدين ريد ستون تورتش، بعدين حط تي ان تي هون، بدك تحطها هون هون. استنى كمان اغمق شوي، خلينا نحط كثير بس لا تحطوه هون عشان راح ينفجر فيكم. خلي افرجي. يلا سكر المكان. هلا صاحبك بيجي يكون معاه المنجل الحديدي مثلا. الماس لا موتك لا. اوكي خلينا افرجيكم ليش لا تسووا هذيك الحركة. شوفوا مثلا هسه عنا هاي، حط الريد، حط اثنين دون واحد هيك. يعني مش في ستون هنا، مش في ستون هنا، وبعدين مش بعدين في كمان تي ان مش كمان في تي ان تي مش كمان في تي ان تي هنا. شوف لو حطينا تي ان تي هنا راح تفعل عشان الريدستون قوته مفعوله لهاي الشغله. مع السلامه، لايك واشتراك وكثروا الشيرات، ومع السلامه باي اصدقاء.